افتحي اللي هو ايوه الشات طبعا. وهتلاقي الميز دخل، الميز دخل، الميز دخل يا جماعه لو الميتنج طلعت احنا بندخل على نفس اللينك تاني، انتوا عارفين صح؟ طيب نركز بقى تاني ونقفلوا المايكات كلنا. انا ما زلت صغيرا وهناك العديد من الشباب سيساعدون بالتاكيد. يبقى راي فاروق ان هو لسه صغير والشباب هم اللي هيساعدوا. العديد يعني الكثير، موجود الكثير من الشباب في الحي هيبداوا يساعدوا العم سعيد. يلا نكمل. وهكذا مضى الجميع للعب دون ان يهتموا بمساعده طلبها العم سعيد، ما عدا مين بقى؟ في واحد بس هو الوحيد الذي غاب عن اللعب معهم رغم عشقه لكره القدم. وحينما افتقدوه جماعة اللي فاتحين المايكات بعد إذنكم، زياد عمرو اقفلي المايك، أحمد وملك اقفلوا المايكات، وأدهم اقفلوا لي مايكاتكم دي، رقية اقفلي المايك. برضه المايكات مفتوحة. يوسف لما كملي قراءة معايا، افتحي المايك بتاعك واقرأي. لما وهكذا مضى الجميع للعب دون أن يهتموا بمساعدة طلبها العم سعيد، ما عدا سليمان الذي غاب عن اللعب معهم رغم عشقه لكرة القدم. وحين افتقدوه لا بعد اقرأيها كويس، المباراة بالراحة بالراحة، دي مش وحينة، صاروا، اقرأيها كويس. وحينما أمم افتقدوه بعد المباراة صاروا معا للذهاب والسؤال عنه، ومروا في طريقهم بمكتبة العم سعيد ليجدوا سليمان جالسا مع العم سعيد أمام المكتبة. تعجب الأصدقاء وتساءلوا عما يفعل سليمان، ايوه فأجابهم العم سعيد حزينا: لم يحضر أحد لمساعدتي لم يحضر لم يحضر لم يحضر أحد لمساعدتي سوى سليمان سوى ايوه سليمان ولكن نقل نقل ولكن نقل الكتب يحتاج إلى مجهود كبير وسيستغرق وقتا طويلا لا يقدر عليه سليمان بمفرده. شعر الثلاثة بالخجل مما فعلوا وقرروا المساعدة بقدر استطاعوا استطاعتهم. استطاعتهم. شكرا يا لما، اقفلي المايك. ميس العصارة يوسف ما وان تلعبش بالقلم، يوسف مستوى نعم عصارة لا انا اقول مين اللي بيقول؟ بيسن؟ طيب ماشي ثواني يا بيسين، هشرح بس اوكي الجملة اللي قرأته لما واللي جاي إن شاء الله اقرأي معايا. هكذا مضى الجميع للعب دون أن يهتموا بمساعدة طلبها العم سعيد. مين الجميع دول؟ كان ساهر، عامر، فاروق. ساهر اللي كان مع باباه وذهبوا للنادي الرياضي علشان يلعبوا الكرة، أو عشان ساهر مش شريف بيلعب بالقلم. وبعدين عامر كان بمفرده وذهب برضه للعب الكرة.
وقال إن هو هيعود مرة أخرى إذا احتاجوا للمساعدة، وفاروق اللي قال إن هو ما زال صغيرا وهناك الكثير من الشباب يمكنهم المساعدة. وصلنا في الآخر لسليمان، غاب عن اللعب معهم رغم عشقه لكرة القدم. يبقى سليمان بيعشق كرة القدم جدا، ولكنه غاب عن اللعب معهم، وحينما افتقدوا يعني استغربوا هو ليه ما بقاش معاهم بعد المباراة، صاروا معا للذهاب والسؤال عنه. مروا في طريقهم يعني عبروا على ايه؟ مكتبة العم سعيد، ليجدوا سليمان جالسا مع العم سعيد امام المكتبة. سليمان جالس بجوار العم سعيد امام المكتبة. تعجب الأصدقاء، استنكر كده الأصدقاء الفعل ده وتعجبوا منه وتساءلوا عما يفعله سليمان. سليمان لماذا يجلس بجوار العم سعيد أمام المكتبة؟ أجابهم العم سعيد حزينا: لم يحضر أحد لمساعدتي سوى سليمان. يبقى مين بس اللي راح يساعد؟ كان سليمان. ولكن نقل الكتب يحتاج إلى مجهود كبير وسيستغرق وقتا طويلا. يلا بيسان قولي لي سيستغرق دي معناها إيه؟ سيأخذ وقت. برافو، سيأخذ وقتا طويلا. جدع، لا يقدر عليه سليمان بمفرده. شعر الثلاثة بالخجل. تعالوا كده بنفكر معنى كلمة الخجل دي. شعروا بالخجل، الخجل يعني عملوا ايه؟ شعروا بالحياء كده، بدأوا يتكسفوا شوية من اللي هم فعلوه. عما فعلوه؟ هم كانوا مش عايزين يساعدوا العم سعيد وذهبوا للعب. قرروا المساعدة بقدر استطاعتهم، يعني على قد ما يقدروا يساعدوا هيساعدوا العم سعيد وسليمان، لأن سليمان كان يجلس بجوار العم سعيد. يلا نكمل. يلا بيسين تفضلي. قال فاروق: يمكننا جمع كل الأصدقاء والوقوف في لا خط على بالراحة المسافات بيسين، بين بيسين بالراحة. ماشي. قال فاروق: يمكننا جمع كل الأصدقاء والوقوف في خط على مسافات بين المكتبة القديمة والجديدة، ويسلم كل منا الكتب لمن يليه بالتتابع كما تعلمنا في الرياضيات، حيث بالترتيب. يكون لكل منا. ثواني عشان اقولها تاني. آه فريده، ثواني يا بيسين. فريده اللي عماله ترسم على الشاشه. يا مش في فرنس كتير بترسم كمان. اسكت يا باسل. جماعه ما حدش يمسك لي القلم تاني ويرسم على الشاشه حاجه، عشان انا اللي هلاقيه بيعمل اي حاجه من الحاجات دي هطلعه من الميتنج خالص. اتفضلي يا بيسان كملي. حيث يكون لكل منا رقم، وكل رقم يسلم لمن يليه، حتى يلي ننتهي من نقل يليه حتى ننتهي من نقل جميع الكتب. ثواني بقى كده يا بيسان اشرح هو الجزء ما ده. كانش بره. قال فاروق: يمكننا جمع كل أصدقائنا والوقوف في خط على مسافات بين المكتبة القديمة والجديدة. احنا قلنا ان المكتبة الجديدة في الشارع المجاور، يعني الشارع القريب، المسافة مش بعيدة قوي، بس الكتب كثيرة وثقيلة وتحتاج الى وقت ومجهود كبير. دلوقتي هم بقوا عدد، قرروا ان هم يعملوا ايه؟ هيقفوا في خط ورا بعض كده ما بين المكتبة القديمة والمكتبة الجديدة، يسلم كل منا الكتب لمن يليه. يليه يعني يأتي وراءه أو يأتي بعده. يبقى احنا مثلا هنرقم نفسنا زي ما أخدنا في الرياضيات، أنا هسمي نفسي واحد، اللي ورايا هيسمي نفسه اتنين، اللي ورايا تلاتة. أنا عند المكتبة القديمة همسك أول جزء من الكتب وهسلمه للي بعدي، اللي الذي يليني اللي هو بعدي على طول زي الرياضيات، هبدأ أديله الكتب، هيشيلها يحملها لما يأتي بعده، اللي وراه على طول هيشيل الكتب لحد لما يوصلوا للمكتبة الجديدة ويتمكنوا من نقل جميع الكتب وينتهوا منها. مش هيبقى كل واحد ماسك مجموعة من الكتب وبيمشي المشوار كله لوحده، لا، هم هيمسكوها ويودوها لبعض البعض البعض على الخط اللي هم رسمينه لحد ما ينقلوا كل الكتب للمكان الجديد. فاهمينها كده؟ يلا بيسان كملي. نفس الجميع الفكرة بسرعة ونشاط بينما ترتسم
الابتسامة على وجه العم سعيد الذي فوجئ بالانتهاء من نقل المحتويات المكتبة في أسرع وقت. بسين اقرأي بالراحة عشان التشكيل يطلع معاكي مظبوط. ماشي. نفذ الجميع الفكرة بسرعة ونشاط، بينما ترتسم الابتسامة على وجه العم سعيد الذي فوجئ بالانتهاء من نقل محتويات المكتبة في أسرع وقت. كملي. انهينا المهمة في ساعة واحدة، هكذا قال سليمان، وأضاف: كن كالفراشة، أثرك لا يرى ولكنه لا يرى، لا يزول. لا يرى 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 ولكنه ولكنه لا يزول، ولكنه لا يزول. تمام. نظر إليه ساهر وقال: نعم، جميعنا يستطيع أن يؤثر مهما صغر حجم ما نقوم به. طيب هقرأها أنا كمان مرة. نفذ الجميع الفكرة بسرعة ونشاط، بينما ترتسم الابتسامة على وجه العم سعيد الذي فوجئ بالانتهاء من نقل محتويات المكتبة في أسرع وقت. أنهينا المهمة في ساعة واحدة، هكذا قال سليمان. يبقى سليمان قال إنهم استغرقوا ساعة واحدة فقط في إنهاء المهمة ونقل الكتب من المكتبة القديمة إلى الجديدة. بس أنا دلوقتي عايزة أعرف مين صاحب الفكرة، مين صاحب الفكرة بتاعت نقل الكتب؟ عايزة أعرف من خديجة. فاروق. تمام. أضاف سليمان بدأ يكمل كلامه ويقول: كن كالفراشة، أثرك لا يرى ولكنه لا يزول. الأثر اللي أنت بتسيبه لا يرى، يعني ما يتشافش، ولكنه لا يزول يعني لا ينتهي. احنا بنحس بوجودك، الفراشة احنا بنحس بوجودها، مش لازم نبقوا شايفينها. نظر إليه ساهر وقال: نعم، جميعنا يستطيع أن يؤثر مهما صغر حجم ما نقوم به. يعني كلنا نقدر نأثره أو نعمله حاجة مهمة، مهما كان اللي احنا هنعمله ده حاجة صغيرة هتأثر برضو. يبقى احنا مش هنعمل زي عامر ونقول أنا هروح الأول أخلص اللي ورايا وبعدين أرجع أساعد لو احتاجوني، ولا هعمل زي اللي بعد عامر فاروق في الأول لما قال إيه؟ قال أنا ما زلت صغيراً، أنا ما زلت صغيراً، وهناك العديد من الشباب يقوم بالمساعدة، سيقوم بالمساعدة. هو صغير الأثر بتاعه هيكون صغير بس هيعمل أثر، يعني صغير على صغير على صغير هيعمل مساعدة كبيرة هيخلصوا بيها المهمة بتاعتهم زي ما حصل مع العم سعيد. تمام؟ جماعة الناس اللي بتبعت على الشات أنا مش هعرف كل شوية أفتح، ماشي؟ معلش يعني. إحنا خلصنا قراءة، خلاص هنبدأ نحل وكلنا هنحل. الناس اللي طالبة تقرأ أنا خلصت، هنبدأ نحل بقى. يقفلوا لي المايكات، أدهم اقفل المايك. مش هنحل في الكتاب، هنحل دلوقتي يعني إحنا، ولا هنحل بس مع حضرتك؟ هتحلوا معايا بس شفوي؟ وبعدين انا هنزل لكم النموذج على الموقع، نموذج مكتوب على الموقع عادي كاني بكتب لكم على البورد وانقلوه في الكتاب عادي. تمام. طب احنا ممكن ننقل معاكي دلوقتي من الكتاب؟ لا مش هنلحق عشان الوقت، مش هنلحق. يا بس ادم ابراهيم. نعم. يلا حبيبي ابدا. مكسورة لبعض المواقف التي تحتاج من فيها إلى مساعدة. من فيها إلى المساعدة. اكتب تحت كل صورة الطريقة التي يمكن أن تساعد بها. شوف أول صورة. أساعد الجدة في عبور الشارع. أساعد الجدة في عبور الشارع. ماشي. رقم 2 مالك. أساعدها في حمل الحقائب. برافو، أساعدها في حمل الحقائب. تمام. رقم 3 لين عصام. لين عصام، لين شغلي الصوت.
مش غلط. رقم 3 هتعملي ايه؟ رقم 3 القطة داخل الصندوق. اه هتساعديها ازاي بقى؟ القطة داخل. انا مش عايزاكي توصفي اللي بيحصل، انا عاوزاكي تساعديها. طالع أنا أنيس. ثواني بس كده أشوف مين اللي لسه. آمن، آمن يلا. أساعد في إزالة الصندوق عن القطة. طب أساعدها في الخروج من الصندوق أسهل يعني. ماشي يلا بينا عبد الله وليد. ساعدها في غسل الأطباق. ساعدها في الانتهاء من غسل الأطباق. ماشي يلا بينا نكمل. عمر نصر. عمر نصر سامعني؟ بدر. طيب انا انا يلا يا بدر. جلس زميلي مهموما لتأخره عن حضور حصة لغة عربية. مهموم بقى معناه ايه؟ حزين. حزين، برافو. ميس ممكن اجاوب؟ مين اللي بتقول؟ مين اللي قال ممكن اجاوب؟ اسمك ايه؟ نكتب هنزيدين. مش نكتب، اكتب لو عايز، لو هتلحق تكتب معايا اكتب مفيش مشكلة. هنزيدين ترجع تنقله. اتفضلي يلا. اللي قالت لي ممكن اجاوب جاوبي. اعتذر. اعتذر. اعتذر المخول. اعتذر المخول لإخلاله بشروط العقد. تمام. الإخلال بقى معناه إيه؟ الإزالة. لا ميس 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 لا إحنا مش بنقول ميس هنا، مش بنقول ميس ولا في الفصل، بنقول ميس إيه؟ قول يا أحمد. تقصير. التقصير الإخلال يعني التقصير. تمام. أنا بقى أشوف كده مين اللي ما سمعتش صوته كل ده. رقية. أخذ أخي يفكر في وضع. يلا يا رقي. أخذ أخي يفكر في وضع خطة. خطة للعب فأتته فكرة رائعة. أتته معناه إيه؟ جاءت. جاءته. جدع. جاءته. يلا اللي بعدها. عايزة دانيال. لفت المعلم انتباه تلاميذه بشرحه المميز. لفت الانتباه يعني ايه لفت يا دانيال؟ يس.
مساعد؟ لا. لوجي؟ لفت المعلم انتباه تلاميذه بشرح مميز. انتبه. خديجة؟ خديجة؟ ميس هو صفحة كام؟ أنا عارف ميس. جذبة. جماعة الصوت اقفلوا لي المايكات. أنا قلت كتير موضوع المايكات ده. ميس صفحة كام؟ 126. يلا بعد انتهاء المباراة مضى اللاعبون لحال سبيلهم. آدم يلا. آدم فخري. مضى ذهبوا. ذهبوا أو صاروا. مضى هتبقى صارا. اللي بعد كده ياسمين. حد ياسمين محمد. إذا أنا بحليش لف. نعم؟ بحليش لف لف. أنا مش سامع حاجة. بحليش مش لفت. لا حليناها قلنا جذبة. لفت انتباه يعني جذب انتباه حليناها. بعدين مسحناهم. يلا ياسمين. يستغرق تفكيري في حل الألغاز وقتا طويلا. يستغرق معناها إيه؟ يأخذ. برافو. يأخذ. نظم المعلم التلاميذ بالفصل بحيث يسأله الأول ثم من يليه. يلا يا لورا. يأتي بعده. تمام. أو بيعمل يأتي بعده صح. بدوار. يأتي بعده صح. جدا. يلا بينا نكمل. نشاط 2 ب. مر عامر وقال سأذهب للعب الكرة ثم أعود. يلا يا فرح. عامر قال إيه؟ سأذهب للعب الكرة ثم أعود ليه؟ سامعيني ولا ايه؟ ايوه. طيب ثم اعود لايه؟ للمساعدة. للمساعدة. لو كانت لا تزال هناك حاجة. فقال فاروق. يمكننا جمع كل اصدقائنا والوقوف في خط على مسافات بين المكتبة نقط ونقط. يلا يا باسل. بين المكتبة الجديدة والقديمة. القديمة والجديدة. القديمة والجديدة. يلا نكمل. قال سليمان وأضاف كن كالفراشة. كملوا الكلام. حد فاكر؟ دي بقى عايزة حد يرفع ايده. اللي عارف بس رفع لي ايده. محمد حسن. محمد حسن. ميس انا يا ميس. انا. قولي حسن. في حد بيتكلم وانا مش سامعاه على فكره. عامل دوشه بس.
قول يلا. كونكا الفراشة. وانتوا سامعيني ولا مش سامعين ولا ايه؟ مش ثلاث. لا أنا دخلت تاني تقريبا ما يصلها.